تزوجت كم زواج؟ زواجت أربعة. أربعة زواج. الزواج الأول. إيه. والزواج الثاني والزواج الثالث. والزواج الثالث من الحوضة. حوضة في الثالث من الحوضة. إيه. يوم العراقي يدخل في الكويت. ولا بعد قصيت شريحة باسمي أنا. بنقص لك إن شاء الله. تدري شلون؟ إيه. في من أول حراج يجيب تلفون يجون كذا الطفران ما أدري تراهم. حل جذاك حل جذاك تلفون برقمه. تلفون برقم. تلفون برقم. واخذت لي اثنين وضاع اللي راح التالي ذا دخلت تحت السياره هذا طاح من هنا حطيت مشبك حطيت مشبك عشان ما يطيح هذا الله المستعان ويلا هاليوم راح التلفون. كم لك في التجاره يا ابو محمد؟ 50 سنه. طيب تسمح لي ادخل في الخصوصيه شوي؟ ايه. خلال ذا 50 سنه وش طلعت به؟ طلعت ما علي اني راس مال. ايه. عندي راس مال الحمد لله وادي. مثل ايش؟ ايه عندي نقود وعندي بيوت وعندي ما علي خلاف ما علي ما في انا حاجه محتاج. ايه ابد ما علي خلاف. الله يزيدك من واسع فضلك. ايوه وعندك طلقت إيه؟ 50 سنه نجيب بضايع من عدن. من عدن؟ ايه على ايام الانجليز. ايه وبعدين نجيب القهوه البريه من صنعاء. عجيب. ايه ونجيب طلقت 7 سنين منه وسبع سنين مع الجهه الثانيه لان الله خربط اليمنيين اثنين خربوا. يوم خلوه طحنا يقول عود يقول لا يقول لا صرت قناص ولا عارضك صيد عود على العابة ترى الصيد فيه احنا صيد عندنا هذا الحين كل العالم يجي نشتغل عندنا ونروح ندور من برا صادق لا كل شيء ما جود الحمد لله الله يمتك بالصحة تفتح محل تسوي زراعة تسوي تبيع تشتري في سيارات تبيع قطع غيار أي شيء كل شيء ما جود. وش وصيتك للشباب اللي جالسين؟ والله جالسين هذا فيهم كسر. إيه ما يبون الشغل ما يبون الشغل لأن النعمة طال عمرك لأن النعمة كثرت ويوم أن النعمة كثرت يقول أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه راح يجيب المال من المدينة أي ويوم أنه جاب المال داروا الصحابة أن أبو عبيدة جاب الأرزاق وجاب الدنيا يوم جاء صلاة الفجر لأن العالم كان يصلون مع محمد عليه الصلاة والسلام درى أنهم دارين ايه؟ أن المال جاء من البحرين وقام شاء الأمر يلحقون يتصرف منه يتصرف منه قال لي دريت أن أبو عبيدة جاب المال من البحرين قال إيه إيه قال ابشروا يقول أخ ماني بخاف عليكم من الجوا خايف عليكم من الدنيا تقبل عليكم المال وتهلككم مثل ما هلكت الأولين ايه؟ من الأولين اللي هلكتهم مثل فرعون وقوم هذولكم التجار اللي سووا بلاوي الدنيا يا فيه مشاكل انتبه للمال ده المال طال عمره كثره خبيث وقل خبيث الوسط زين اي وسط خير الامور وسطها انتبه لا تشحن من الدنيا تقول ابغى اموال وابغى تجاره لا لا خليك على مالك خذ المتيسر وخلي المتعسر على جنب ايش تبي صحيح كلام مكلف انت يقول تدري احنا تدري 100 سنة اللي عايشين فيها في حياة الرغد وراثة تدري وش وزنها؟ إيه. هم ذا 100 سنة عشت إذا أنا عم ذا تدري كم طلعت ساعة وجبة واحدة وجبة واحدة. الله المستعان. في يوم القيامة. وشلون؟ كل هذه صارت متاع وشلون متاع؟ فطور ولا غدا. الله أكبر. إذا أنا عايش الدنيا كلها ما غدا شوي ذي. الله أكبر. شوف العالم قدامي. الحياة وين إننا رايحين قدامنا حياتنا منا بنموت ننوت قال قالوا ما تو هذا إن نتوفر ايه. توفر مش مات الله أكبر لو إنه لا من مات يموت كان ما ما به آخرة ولا بشيء توفر يوم القيامة يبعثون تروح ذي اللي يشوفونا الحين وش توصيهم به وصية كلهم وصيتي لهم ايه. طاعت رب العالمين ينتبه ايه ينتبه لا تاكل قل بسم الله ولا شبعت قل الحمد لله والشكر لله ولا جيت سرقة في السيارة قل بسم الله ولا ما حولت منها قل الحمد لله اللي وصل لي منها اي انتبه ايه. خل لسانك مربوطا على حياتك أما لسانك خله مربوط اربطه على حياتك وعقليتك كلها من يلهم لله كل ما وصلت لا شفت عندك زحمات وهذا كمسكين براغ منه وقف حاسب انت تقول يا ابو محمد تبي تريح بالك لا تنشغل بالناس لا
لا تشتغل بنفسيهم. اي مو كل العالم معهم روز وما اقول تعدل انت الدنيا دي كلها. اي والله يا حامل الاثقال خففها شوي، اذا حمل ما ينشال عاد اذا تحمل عمرك حمل عمرك، لا حملت عمرك يجيك مرض وتسكر والبلاوي كلها، ولا حملت نفسك بالعالم وحملت نفسك ودائما مشغول ودائما قلق وين الامراض تجي، يجيب السكر ويجيب الضغط والبلاوي. الله المستعان. يضحك خلي الدنيا حط لا لا نغني وهذا كبير وتغني، طيب خلينا نغني محمد عليه الصلاه والسلام ولقره دايم ساعه وساعه. صح. وإذا بتقعد دائما تصلي وهذا وأنت وراك عمل، صلي المكتوبات وهذا واحد أولى العمل. صحيح. كل ما لقي لك فرصة خذ لك ركعتين ما في مشكلة. ما شاء الله عليك أبو محمد. والله يا أبو محمد إني استمتعت بهالجلسة معك. والله يا لها طعم. الله يمتك بالصحة والعافية. الله يربي يحفظك يا أبو محمد. لا تشغل أمرك شوبة بالناس. إي. يخليك على حالك. وبشر. ما تخاف لا يضيع لك شيء ولا تموت وبقول لك لقمه واحده. الله يوفقك. لقمه راح تاكلها. الله يوفقك يا ابو محمد. والله انا من اجمل اللقاءات والجلسات معك. الله اي والله. في شيء ناوي تقوله قبل اودعك؟ ما فهمت. اقول قبل اودعك في شيء ناوي تقوله؟ ابي سلامتك ابي سلامتك. الله يحفظك. ابي سلامتك طال عمرك وخلى الله قدامك. الله اكبر. في حياتك كلها خليك دايم داخل ما تطلع من الحدود، لأن الحدود فيها الشيطان، خليك كذا مع الله. أصبح الصباح صل مع الجماعة أصبح ركعتي الفجر تسوى الدنيا وما فيها ركعتين بس الله. تسوى الدنيا دي كلها وما فيها. أيوة وضبط أمرك مع المسلمين وخليك حبيب وحب للقوم مثل ما تحب لنفسك. يلا عليك. لا تحط تقول ولا تتفوق تقول انا فلان ابن فلان ولا انا ذا، خليك عدل.